بعد اذنكم يا جدعان الطريق. بعد اذنكم وسعوا بقى بعد اذنكم. صابر. ايوه اهو. وسع. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحب ده نتيجه وصول ما تقدمه الى قلوب الناس من خير وحب وتواضع وتعاون، وكانت انسانه جميله وفنانه عظيمه وربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. كانت صديقه رحله الكفاح، ربنا يرحمها. ربنا معاك وربنا معاهم، والمصاب جلل انما ربنا يقويهم ويصبرهم. بقاء لله طبعا، والله يرحمها مدام دلال، كانت ست جميلة وعظيمة. ربنا يصبر أهلها يا رب ويصبر كل الناس يا رب. بطل عربي كله فقط فنانة كبيرة قوي، مش الفن المصري بس. وست الله يرحمها طول عمرها كانت صاحبة واجب، يعني أنا عن نفسي ولا عايزة بروح إلا ما بلاقيها. كان الثلاثي هي والمرحومة رجاء الجداوي ومرفت امين، ربنا يديها الصحه الحقيقه. هم الثلاثه ما كانش فيه اي واجب عزاء او فرح الا ما يبقوا متواجدين فيه، فربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته يا رب ان شاء الله. يعني دلال إنسانة فاضلة وفنانة جميلة، وبعدين على خلق ودين ومثالية. يعني الواحد حس إنه لما سمعت الخبر كأن خجر دخل في صدري، لأن هي صالحة وفاضلة وعابدة والجانب الإنساني عندها عالي جدا. ربنا يرحمها رحمة واسعة ويصلح في ذريتها ليوم القيامة بإذن الله. ربنا يصبرهم ويقويهم، يعني الاب والام ما يتعوضوش، يعني هم اخواتنا واولادنا، بس ربنا يصبرهم ويقويهم، وان شاء الله ربنا يصبرهم ويقويهم. وهم يعني غابوا باجسادهم لكن ارواحهم معانا، يعني ارواحهم معانا. ربنا يقويهم ويصبرهم. وبطلب تاني من كل جمهورهم ومحبينهم يدعوا لهم بالرحمه. وانا يعني عندي احساس ان هم في الجنه، يعني من كتر حبهم للناس وحبهم للخير اللي كانوا بيعملوه في الكتمان. فانا قلبي حاسس ان هم في الجنه، يعني ربنا يلحقنا بيهم يا رب. ربنا يصبر قلوبهم يا رب. فقد الام والاب ورا بعض بالسرعه دي، الله يكون في عونهم. الله يرحم طبعا الاستاذ سمير ودلال عبد العزيز، الفنانين الكبار اللي كل العالم شاف حب الناس ليهم قد ايه، كانوا ناس محترمه وناس اسعدونا. ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم ان شاء الله الفردوس الاعلى يا رب، ويصبر ايمي وسمير وحسن ورامي ولادهم كلهم.